المرأة والرجل يتشابهان ويختلفان في أمور عديدة، ولكن بالتأكيد أنهما لا يستطيعان العيش بدون بعضهم. رغم هذا نجد أن هناك نوع من النساء يعتقد أن وجود الرجل زي عدمه أو أنه مجرد زينة أو إكسسوار في حياتها، وتفضل هذه السيدات التركيز على النجاح المهني والاستقرار الوظيفي أو المادي أكثر من تكوين علاقة مع الرجل. هل تستطيع المرأة أن تتخلى عن وجود الرجل في حياتها فعلا؟ عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم لنا المستشارة الأسرية الأستاذة مها القطان. هلا وسهلا بك أستاذة مها. يا هلا فيكم، شكرا للاستضافة. شكرا لوجودك معنا. طبعا إحنا هنا نتكلم عن بعض والقلة القليلة، ولكنها هي فئة موجودة في كل المجتمعات العربية وغير المجتمعات العربية أيضا. ولكن خلينا نستعرض معك تغريدة للدكتور وافي عبد الله ونسمع فيها تعليقك. يقول: سمعت في بودكاست مترجم أنه عندما ينجح الرجال يفكرون بأمر واحد، كيف أؤسس عائلة، بينما عندما ينجح النساء يفكرون بأمر واحد، أنا لا أحتاج الرجل في حياتي خلاص. فهل هذا صحيح؟ يعني حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدقه فلا عقل له. طيب، هذه حقيقة. المرأة الطفلة من يوم ما تنشأ على الحياة نشوفها أنها هي تلعب، وألعابها كلها على أنها تكون تمثل دور الأم. الأم؟ هذا الشيء الطبيعي. فطرة. والرجل دائما أنه هو قاعد يشتغل، هذه بداهة يعني في أي مجتمع كان. لو بنيجي من ناحية قيمية، ولو بناخذ من ناحية أسرية، ولو بناخذ حتى الدكتور وافي هو طرح التغريدة هذه كمقولة، ولكن هو علق عليها بثلاث بنود أو ثلاث أشياء، على أساس أنه يبي يشوف رأي الناس في تويتر، لكن ما كان هو رأيه الشخصي يعني. شيء آخر أنه هل هذا الرأي، هل إحنا نأخذ كل يعني مقولة تقال في تويتر أو في غيره على أنها تعميم يعني، أو قاعدة أو حقيقة، أو قاعدة أو هل هي دراسة قائمة فعليا يعني؟ طبعا لا. هل هي الدراسة هذه قائمة على رأي ناس أكاديميين مثلا، جامعيين يعني، من مجلس شؤون الأسرة، هل هي من وزارة العدل، هل هي مثلا من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟ كل هذا وجهة نظر، وواحد حط بودكاست والدكتور علق عليه، ما في، وين الغلط؟ بكيفه، رأي ومطروح للنقاش. بالنسبة نسق الأسرة، من أهم الأنساق الاجتماعية اللي موجودة في أي مجتمع، زيه زي النسق الاقتصادي، زي النسق الأشياء الأخرى، الأنساق الاجتماعية في أي مجتمع. فإحنا نقول أنه هل المرأة تطمح، هل الرجل إنه هو اللي يفكر في إنه يتزوج يكون أسرة؟ الغالب لا، إنه المرأة هي اللي تطمح إنها يتكون أسرة. هو يدور يبحث عن المكانة الاجتماعية على أساس يعي للأسرة، لأنها هي من واجباته إنه هو يعول الأسرة. هي دورها إنها كيف تكون أم، كيف تكون مهيئة إنها تكون سيدة في المجتمع، كيف تربي أولادها، كيف الأشياء هذه كلها دور المرأة في المجتمع. إنها تطمح إنها هي تعمل، إنها هي تعلمت، أو إنه إحنا ما نيجي برضو نرجع زي أيام الجاهلية أو أيام قبل فترات لما كان ممنوع على المرأة إنها هي ما تقدر إنها تدخل المدارس ولا هي تتعلم. هل يعقل هذا الكلام؟ طبعا لا، لأنه دورها الأساسي إنها تكون امرأة، لكن إنها تسعى وتعمل، طبعا لازم إنها هي تعمل، ولازم إنها هي تتعلم، ولازم إنها هي تتثقف، ولازم. فهذه أشياء، أدوار يعني، كل واحد لازم يكون عارف السوشيال، الدور الاجتماعي اللي له، سواء في البيت أو في المجتمع. تخفق في شيء ويخفق هو في شيء. بعدين الرجولة تراها يعني فطرة، زي الأنوثة فطرة، في أشياء فطرة. هذه فطرة في الإنسان. طيب. دكتورة، ما ممكن دكتورة إن نتخلى عنها. يمكن أختلف معك شوية إذا تسمحيني. تفضل. أنا لي نظرية، النظرية شخصية بس لا أعممها. لا نظريتي الشخصية، لكن ما أعممها. نظريتي الشخصية تقول فضل. يمكن هو يقول لك النساء لما يصيروا أقوياء، الرجل لما يصير قوي يبحث عن المرأة ليؤسس أسرة، بينما المرأة لما تصير قوية تبحث كيف أستغنى عن الرجل. أنا ضد هذا المقولة. أكيد المرأة تستغنى عن الرجل، نعم تجيها حالات وحالات قليلة تسعى أنها تستغنى عن الرجل، ولكن الرجل الفاشل لما تنجح وتقوى وتكون مستقلة ماليا وتكون عندها القدرة على إدارة حياتها، ويوجد رجل فاشل في حياتها، واسمحي لي أوضح كلمة فاشل،
نقصد انه عديم المسؤوليه، نقصد في غير ناجح، نقصد لا يعزز طموحها، لا يعزز المكانه اللي وصلت لها، لا يعزز هذا الجهد اللي تعبت عليه ووصلت له. ما من الطبيعي تستغنى عنه، من الطبيعي تسعى، لكن لا توجد مراه في كنف اب او زوج او اخ عادل امين محافظ معزز ممكن وتسعى ان هي تتخلى عنه. صححي لي. شوفي، التنظير شيء، وقدرات كل واحدة من واحدة لأخرى يختلف. نعم. أنا ممكن زوجي والله مثلا يهيني في البيت أو في أشياء كثيرة، يعني على قولتهم في مثل يقول الكرم يغطي عيوب الرجال، تمام كذا، لكنه بنفس الوقت زوجي في نواحي سلبية لكن في نواحي إنسانية وفي نواحي مادية، هذا يغطي هذا، هذا يغطي هذا، لأنه هي معادلة. كل العلاقات البشرية في شيء أنا أقبله، في شيء أنا أتجاوز عنه، وفي شيء أرفضه رفضا تاما. لكن لما يكون زوج لسانه طويل ويده طويلة ويجيني والله ما هو أخلاقياته غير يعني مشرفة، في أشياء عيوب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين ما أعتقد رجل ولا امرأة عاقلة يعني تخطط أو تفكر إنها هي تنفصل عن زوجها، وإذا كانت علاقتها قادرة إنها هي تمشيها وبأسلوب. يعني كل واحد، كلنا يعني كل واحدة وكل واحد عارفين عيوب الطرف الثاني، نتجاوز ونتغافل عن البعض، ونواجه بعض المواقف أو بعض السلوكيات الخاطئة ونعدل منها، وفي أشياء نرفضها رفضا تاما. بعدين البيوت أو الزواج ما يقوم على أنه على تحقيق المكانة بس الاجتماعية، هو يحقق للمرأة إذا والله متزوجة من كذا أو فلان أو هو نفس الشيء يحقق له، ليش لا يعني. لكن ما أستقي نجاحاتي من علاقتي بزوجي، أنا أستقيها بأن أشتغل أنمي شخصيتي. يعني في ناس ما هي امرأة عامل أو ما حصلت على موقع يعني وظيفي رئيسة قسم أو وزيرة أو لكنها عايشة من أحلى ما يكون، وزوجها قد يكون، أنا أعرف طبيبات كانوا متزوجين واستشاريات وتزوجوا معلمين وتزوجوا ناس أقل منهم مستوى تعليمي، لكنها استمرت الحياة. يعني الحياة تحتاج أنه واحد يدعم الثاني، واحد يعزز للثاني، واحد يتحمل عيوب الثاني. صحيح. يعني ممكن انت تتزوجي واحد طبيعي أي. وبعدين يصاب بمشكله، او واحده مثلا يجيها فشل كلوي او يروح مكافاه لها مثلا يتزوج عليها يطلقها. طيب يتزوج اوكي، بس انه يطلقها مثلا يعني. صحيح. هنا احنا نتكلم عن يمكن من الناحيه السلوكيه او طريقه التعامل او زي ما ذكرت المكانه الاجتماعيه وغيرها، لكن انا ابغى اتكلم من ناحيه الفكر، الشريك الزوج والزوجه بطبيعه الحال بحسب فطرتهم الرجل يفكر بطريقه مختلفه عن المراه، والمراه كذلك تفكر بطريقه مختلفه سواء كان من مصادر عاطفه او حتى احساس وغيرها. لكن لا تقولي لي على المرأة من المريخ والرجل لا من الزهرة. لا لا كلنا من لا الأرض إيه؟ كلنا من الأرض، ولكن سبحان الله إحنا بنفكر بطريقة مختلفة، يعني هذا شيء خلاص يعني بس إحنا برضو طبيعيين يعني بشر طبيعيين زي بعض. صحيح. لكن مثلا خليني أقول لك مثال بسيط، الرجل يحب يأخذ الأوردر ستريت فورورد، أنا أبغى كذا، أنا زعلانة من كذا، أنا إحنا نلمح ونعتقد أن الرجال يفهمنا، فإحنا تركيبتنا مختلفة. إيش هي الطريقة الصحيحة اللي الواحد لازم يسويه حتى يفهم الشريك سواء الرجل او المراه، حتى يكون مباشر في طلباته؟ ايش عفوا؟ يكون مباشر في مباشر طلباته في الطلبات او في رغباته. أيوه. إيه؟ يعني المراه تخالف فطرتها؟ لا، مو وتوافق مو الرجل تخالف فطرتها. أيوه. انا احتاج الشيء واحد اثنين ثلاثه. أيوه. لنفرض زوجي ما يصرف في البيت. أيوه. بخيل لنفرض، وانا ابي اسافر، هل هي الاولويه اني انا اسافر ولا انه اتكلم مع زوجي نسافر سوا، ولا انه يصرف في البيت ويساعد؟ نشيل مصاريفنا في البيت ولا في أولويات، في موازنة؟ يعني برضو المرأة لما تيجي تطلب المفروض أنها هي حاسبة حساباتها كويس وعارفة طلبيتها قابلة للتنفيذ 200% قبل لا هي تطلبها، أكيد حينفذ. ما في رجل عبيط ولا بيستعبط، أو ما في واحد ما يبي ينبسط مع أهله، مع بالذات في العلاقة الحميمية أو في العلاقة الأسرية كل واحد يبي يرضي الطرف الثاني. فهل يعقل أنه ما حيكون يكافئ زوجته أو يقدرها أو لا؟ طبعا إذا كان عاقل، إذا كان مو طبيعي هو هذا اللي لا يعمم عليه.
فحيرفض طبعا. يعني كثير اليوم سيدات بنشوفهم بيفكروا بطريقة مادية أكثر، أنا بدي أمن مستقبلي، أنا بدي أحقق ذاتي وكياني، وأبغى أكون لي منصب، وأبغى أجني الكثير من الفلوس بحكم الحاجات اللي بيشوفها في السوشيال ميديا، وكيف تغيرت كثير من المبادئ أنه أهم شيء الفلوس وأهم شيء عشان أحقق نفسي وأشتري وبيت من هذا الكلام. هل الزواج يعتبر عائق للمرأة اللي تبغى تحقق طموحها المادي والمهني؟ لا طبعا، طبيعي لا. بالعكس، يعني أنا أعرف في ناس في عندهم بطاقات البنك حتى مشتركة، بينما في ناس يقول لك أنه لا تعطيه حتى ما يعرف رقمك السري. فيعتمد هي حسب الاثنين هذولي إيش العلاقة بينهم وكم هي تبي تحقق نفسها، تبي تحقق دخل مادي، تبي تحقق. مو غلط، في عدة وسائل، لكن كلها طالما أنك أنت تسوي شيء شريف وشيء مفيد مو غلط يعني. لكن بنفس الوقت أنت وين طموحك؟ والله ما أنا مثلا أجي طموحي أني والله أبي زوجي يسرق لي بنك، ولا أبي أسوي أنا رئيسة بنك، ولا مو ممكن يعني. في أشياء كمان على قدي، على قد طموحاتي، لازم تكون على قد أنا قدراتي. في ناس صح متطلبة ومتطلعة لأشياء أعلى من اللي هي تقدر تحققها. طب وليش لا؟ سمي ليش لا؟ هي ليش لا؟ بس لكن خليني واقعية علشان أكون مرتاحة، مو أتعب نفسي. لأنه في ناس يكونوا عايشين لهث وراء الحياة، يعني مثلا لنفرض زي هذول اللي يطلعوا لك بالسوشيال ميديا قاعدين يتكسبون، هل تعتقد أنه هذول هذا الواقع الحقيقي اللي هم عايشاته؟ طبعا لا، مستحيل. أتحدى أنه واحدة فيهم هذه هي طبيعة حياتها، لأن الحياة حاجة ثانية، الحياة طبيعية. هل أنهم هي حتطلع في يوم من الأيام قبلها هي تطلع تصور تورينا وجهها بدون مكياج؟ لا طبعا، لا تطلع طبعاً. بشكل إيه، لانه كل هذه متطلبات. هل هي كلهم لازم تكون شايلات لي والله شنطه الفي، ولا شايلات لي جوتشي، ولا بيشيلوا. لا طبعا، يعني مو لازم انا عندي دولاب كامل شانل ومانل ولا كله هيرمز. الان الجديد الدولاب كله هيرمز، كله ما شاء الله. هل هي ضروره؟ لا، بس خليني اسالك تفضل. يعني انا في عندي سؤال احتاج اختم معك فيه، ولكن في سؤال اهم بالنسبه لي. لماذا الى الان في هذا المجتمع ننظر إنه المرأة لازم تكون مخيرة ما بين حياة أسرية مستقرة وناجحة وطموح قليل عشان تقدر تواكب الحياة، عشان تنجح في أسرتها أكثر، أو إنك تكوني عندك كارير وتكوني عندك مهنة وتنجحي في المهنة، ويمكن تكون الضريبة إنه يكون مثلاً عندك زواج منتهي منفصلة، أو عندك زواج مرة كذا يعني هادي ما فيه الحياة الأسرية الكثير. أحتاج إجابتك بطريقة مختصرة عشان عندي تغريدة نحتاج تعقيبك عليها. طيب، هل في عندك أنت أمثلة على شخصيات مثلا عشان يعني؟ ما أبغى أخصص الحالة ولا أبغى أعممها، ولكن بالكثير نشوف سيدات تيجي تقول لزوجها أنا بشتغل، أنا جاتني وظيفة أبغى أشتغل، يقولها طب والبيت؟ هذا سيناريو متكرر. طب شلون، طب عيالك؟ إيش هتسوي في عيالك؟ طب هي تزوجت قبل لأنه شوفي كل واحد يعرف قدراته واحتياجاته. أنا ما أقدر أعمم على واحدة إنك لازم تسوي كذا أو مو لازم تسوي كذا. في واحدة ما عندها استعداد إن هي تستغني عنهم مقابل إن هي تلقى لها وظيفة، وفي واحدة عندها درجة أولى بيتها وزوجها وعيالها. فما في تعميم. الحياة الزوجية ما تقدرين تعطين روشتة لكل حالة، كل حالة منفصلة. وبعدين حنا نتغير في المراحل الحياتية، أنت في مرحلة معينة في العشرينات غير الثلاثينات غير الأربعينات غير الخمسينات، احتياجاتك تتغير، نسبة الطلاق تراها تتغير، بداية الحياة الزوجية ونهاية الحياة الزوجية كل 7 سنين في نسبة معينة يعني معروفة علميا اللي هي المواسم اللي هي تكثر فيها مراحل الطلاق. ففي أشياء يعني في ناس يقول لك إنه المقبلين على الزواج هم اللي يطلقون، طيب واللي منتهيين في آخر في بعد التقاعد كمان يطلقون. طيب ما في يعني اللي قاعد يعطينا التصور غالبا ما هو إنسان مهني، ما هو إنسان عنده قارئ، ما هو إنسان درس الأشياء هذه كلها يعني تويتر وسناب والأشياء هذه. طيب معلش على السريع، يعني على طاري هذا الموضوع، في معدلات من مراكز مختصة بالإحصائيات أنه عندنا نسب أو معدلات الطلاق الحين عندنا مرة ارتفعت، كل 10 دقائق حالة طلاق، وهذه مصيبة. هل السبب يرجع أنه في تسهيلات
للمرأة؟ طبعا هذا حسب هم يحطوا التساؤلات، مش أنا اللي بصراحة بطرح هذه التساؤلات. إيه قرأتها. إنه في إجراءات للخلع صارت سهلة بالنسبة للمرأة، فبالتالي رفعت نسبة الطلاق، أو ارتفاع نسبة وعي المرأة بحقوقها ممكن كمان يكون هو سبب في ارتفاع نسبة الطلاق. برأيك يعني إيش الحلول اللي لازم نقوم بها إحنا كإعلاميين ويقوم بها المجتمع حتى يحد من هذه النسبة؟ طيب شوفي، في إحصائيات زي ما قلت قبل كذا، في إحصائيات واحد اللي هي من مجلس شؤون الأسرة، وفي الإحصائيات من وزارة العدل. أي. تمام كذا، هم عندهم أكيد كل الحالات اللي بتمر عليهم. هذا شيء. شيء ثاني، تسهيل الطلاق أو الخلع أو أو أو. طيب زمان كانت الحرمة في أشياء، يعني المرأة، ما أحب كلمة الحرمة بصراحة، إنه كل تجيكي تقعد لها 7 سنين عشان تتطلق، ولا 5 سنين عشان تتطلق، ويكون واحد سلتوح وقح مبهذلها وقاعد يلطش فيها ويضربها، وتروح كل يوم وهي شيء يعني أشكال ألوان، تروح لدوامها تكون موظفة أو أو أو، واحد زي كذا وتبي تعيش معه وتبي تربي الأولاد، ويعني طبعا هذه حتتطلق، يعني أكيد شيء طبيعي. الناحية الثانية أنه تتسهل، هي لازم تتسهل، لأنه مو كل حالة زي حالة. يعني والله أنا قاعدت لي عايشة، زوجي صار عليه، يعني أعرف أنا حالة، صار يعني يحتاج لرعاية طبية ونايم على ظهره في السرير مثلا ولا يرجى برأه. طيب كان زمان تأخذ لها كم سنة، إلا كثر خيرهم اللي صارت الحين تقدر أنها هي تخلعه بدون، يعني أنا أعرف واحدة وهي مسؤولة كانت تشتري حتى الكروت البطاقات الجوال علشان تشحن له الجوال حق زوجها. طيب هذه إلى متى حتعيش بالشكل هذا؟ مو ممكن. أنا ماني ضد التسهيلات هذه، التسهيلات ضرورية والحمد لله اللي صارت تغيير وصارت. تماماً يعني. أتفق معك، لك إحنا اللي نقوله أنه لابد أنه يكون في وعي مجتمعي حتى نحد من موضوع الطلاق هذا اللي قاعد بيصير. زي ما ذكرتي، هم شباب بيطلقوا وهم كبار في السن بيطلقوا، وهذا الموجع. ترى شوفي، موضوع أنه التغيير الاجتماعي اللي إحنا والرتم حق الحياة الجديد شيء طبيعي، أنه حيصير في خلخلة. خلخلة مو بس إنه في الزواج وفي الطلاق وفي التربية وفي القيم وفي أشياء كثيرة. هي المشكلة مشكلة فكر ومشكلة قيم. صحيح. ما هي المشكلة في الأشياء الثانية؟ هذه كلها حنا اللي الحين قاعدين نناقشه نتيجة. صح. يعني حنا هالعيد برنامجنا هذا برنامج توعوي، صح ولا صحيح؟ لا؟ علشان الناس لا تتطلقوا، نبي نوصل لهم إنه لا تعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تعتمدوا على اللي تقرؤونه في وسائل التواصل إذن الاجتماعي. الأساس لازم يكون صح، الأساس حق الشراكة الزوجية وبناء الأسر لازم يكون صح ومتفقين عليه ويكون واضح حتى لا نصل إلى هذه النتيجة. بالضبط. طبعا أكيد يعني دكتورة مها، أنا أعتقد إنه الطلاق والزواج تظل القضية المثارة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل المجتمعات، لأنها سنة حياة، نرتبط اليوم ننفصل، وتكون ومهما اختلفت الأسباب أو تغيرت يظل هو أبغض الحلال، ولكنه مو حلال. بس إنه هي تراها اختيار، ما هي بس إنها هي سنة وشيء مكتوب على الجبين وما أدري شو، لا هو كله اختيار. إن أكيد شخص. أكيد. دكتورة مها القطاني، كنا سعيدين جدا بهذه الفقرة الثرية جدا، ويمكن كثير من النساء أكيد استفاد منها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لاستضافتكم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين.